الرحمن الرحيم، عليه نتوكل وبه نستعين، السيد الرئيس، أصحاب الفخامة والمعالي، حضرات السيدات والسادة، يسعدني أن أنقل إليكم تحيات وتقدير رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي شرفني بإلقاء كلمته هذا نصها. فخامة السيد يويري موسيبيني رئيس جمهورية أوغندا الشقيقة ورئيس حركة عدم الانحياز، أصحاب الفخامة والسمو والمعالي، السيدات الفضليات والسادة الأفاضل، يطيب لي في مستهل كلمتي أن أتوجه بخالص التحية وعظيم التقدير لأخي رئيس جمهورية أوغندا الشقيقة، وأن أهنئه على تولي بلاده رئاسة حركتنا للسنوات الثلاثة المقبلة، متمنياً له كل التوفيق والسداد، ومؤكداً له دعم الجزائر التام ووقوفها إلى جانب الشقيقة أوغندا خلال هذه المرحلة الحاسمة. كما لا يفوتني في هذا المقام أن أعرب عن امتناني العميق للسيد إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان على رئاسة بلاده المميزة لحركة عدم الانحياز على مدى الأربع سنوات الماضية. السيد الرئيس، السيدات الفضليات والسادة الأفاضل، إن انعقاد قمتنا يأتي في ظل سياق دولي وإقليمي متغير ومتشابك، أعاد للساحة الدولية مشهد الاستقطاب الحاد وعمق بؤر التوتر بما يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين وللقيم الإنسانية جمعاء. هذا السياق يفرض علينا اليوم تجديد الالتزام بالمبادئ التأسيسية لحركتنا القائمة على قيم العدالة واحترام الالتزامات الدولية وسيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وحماية المصالح المتبادلة وتعزيز المنظومة متعددة الأطراف كركائز أساسية لبلوغ الأهداف التي سطرها الآباء المؤسسون للحركة والمنبثقة عن روح ميثاق منظمة الأمم المتحدة ومبادئ باندونغ التي تكتسي اليوم قيمة متجددة في ظل عودة اللجوء إلى القوة كبديل عن المساعي الدبلوماسية. ولعل الإبادة الجماعية المتواصلة التي تشنها آلة الدمار الصهيونية على أرض فلسطين المحتلة خاصة بقطاع غزة مثال واضح على إخفاق هذا المجتمع الدولي في فرض ضوابط وقيود تنطبق على الجميع دون انتقاء أو تمييز، حيث يتجاهل الاحتلال الإسرائيلي قرارات الشرعية الدولية دون أدنى محاسبة أو عقاب. وفي ظل هذا الوضع المأساوي يتعين علينا جميعاً التأكيد وبصوت عالٍ على أن زمن لا عقاب ولا حساب قد ولى، وأن تنحى بتكثيف جهودنا الجماعية للمرافعة من أجل إعلاء صوت الحق وتكريس أولوية الاحتكام للضوابط القانونية الملزمة فوق كل اعتبار وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية. وفي هذا الإطار تثمن الجزائر تمسك دول حركة عدم الانحياز الدائم بدعم القضية الفلسطينية وإيمانهم الثابت بضرورة إنهاء كافة أشكال الاحتلال وتصفية كل صور الاستعمار. وبذات العزيمة والثبات إن مسار حركة عدم الانحياز الحافل بصور التضامن مع الشعوب المضطهدة والمستعمرة يملي علينا اليوم دعم حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير، وهو الذي تتعرض قضيته العادلة وتطلعه المشروع إلى تنظيم استفتاء حر ونزيه وفقاً للشرعية الدولية ذات الصلة لمحاولات الطمس والتضليل لحرمانه من حقوقه المشروعة غير قابلة للتصرف أو التقادم. السيد الرئيس، إن بلوغ مقاصد قمتي التي تحمل شعار تعميق أواصر التعاون من أجل ازدهار عالمي مشترك يقتضي منا التأكيد على ضرورة التضافر وتنسيق الجهود من أجل المساهمة بشكل فعال في بناء منظومة دولية تقوم على منطق الإشراك لا الإقصاء وقادرة على فرض قوانينها وقواعدها على الجميع. وعلى المستوى الإفريقي تبقى قناعتنا راسخة بوجود علاقة ترابطية بين الأمن والتنمية، خاصة في ظل تنامي حدة ووتيرة الأزمات السياسية والتهديدات الأمنية، ولن يثنين هذا الوضع عن أداء واجبنا اتجاه قارتنا من أجل تحقيق الأهداف التنموية المنشودة وتحويل إفريقيا
إلى فاعل دولي هام وتصحيح الظلم التاريخي الذي تعرضت له القارة الإفريقية في تركيبة مجلس الأمن الأممي. وفي ذات السياق تكثف الجزائر تعاونها مع شركائها الدوليين للتخفيف من وطأة التداعيات التي خلفتها أزمة الطاقة العالمية، وذلك عبر تعزيز دورها كممول موثوق وذي مصداقية. سيد الرئيس، إن الجزائر التي تبوأت مطلع هذا الشهر مقعداً غير دائم بمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة تلتزم بالدفاع عن قيم ومبادئ حركة عدم الانحياز على مستوى هذا الصرح الدولي الهام. وفي هذا الإطار ستسعى الجزائر إلى تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف وتغليب الحلول السلمية للنزاعات وتفضيل معالجة الأسباب الجذرية للصراعات بدل الاستمرار في مقاربة احتوائها أو إدارتها. كما أن الجزائر ستضم جهودها مع بقية الدول الأعضاء في الحركة لبناء جسور الحوار والتفاهم بين أطراف المختلفة وصياغة التوافقات الضرورية داخل مجلس الأمن حول القضايا التي تهم حركتنا. على ذكر الطاقة، ستحتضن الجزائر مطلع شهر مارس المقبل القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات البلدان المصدرة للغاز التي تتطلع لجعلها محطة هامة لتعزيز الحوار والتشاور بهدف دعم وتطوير صناعة الغاز الطبيعي والتأكيد على الحقوق السيادية الكاملة والدائمة للدول الأعضاء في التخطيط وتطوير واستغلال مواردها من الغاز الطبيعي، وخاصة باعتباره طاقة نظيفة للحاضر وللمستقبل. وفي الختام، نتطلع لتكثيف التنسيق والتعاون والتضامن بهدف المساهمة في تشكيل معالم نظام دولي جديد يكون حافظاً لقيم الإنسانية ومكرساً لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة. كل التهاني مجدداً لجمهورية أوغندا على نجاحها في تنظيم هذه القمة، وكل التوفيق لها أيضاً في قيادة الحركة خلال الاستحقاقات والتظاهرات المستقبلية. شكراً على كرم الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.